السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناتي وفي قناتكم شهواتكم. اليوم إن شاء الله البنات الوصفة ديالنا غتكون عبارة على كاب كيك مالح بشاركيتري فيمي، كيجيو البنات لذاذ بزاف وزوينين هكا الكوتي ولا حتى العشاء مع شي سوب هكا ولا حريرة. نعطيكم المقادير. غادي نحتاجو 3 الحبات ديال البيض، عندي هنا 2 قطع ديال الجبن المثلث، عندي هنايا 2 خمارات، علبة من الياغورت الطبيعي، شويه ديال الثوم بودره، عندي هنا الشاركوتري المدخنه، عندي هنا الجامبون دو داند والفيلي دو داند، يعني اختاروا اللي بغيتو. الكميات هي كتبقى على حسب الرغبه. انا درت هنا تقريبا واحد 120 غرام. عندي هنا الدقيق على حسب الخليط، غالبا ما كتهز ليا هذه الوصفه 150 غرام ديال الدقيق، وكيبقى الثاني على حسب النوعيه ديالو. عندي هنا الملح بالزيت شويه، عندي الابزار، شويه ديال الزعتر، وشويه ديال السكر سنيده، غير واحد راس معلقه. عندي هنا البنات كميه من الجبن المبشور كتبقى على حساب الرغبه. انا استعملت هنا 80 غرام ديال الجبن. عندي الزيتون هنا اخضر مقطع طريفات صغار، وعندي واحد الحبه ديال الفلفل كبيره شويه هكا مشويه ومقطعه طريفات صغار. هادو هما المكونات على بركه الله. غادي نبداو في الطريقه. غادي ناخذ البنات واحد الاناء، غادي نضيف ليه هاد الملح والبزار والزعتر وهداك شويه ديال السكر سنيده، غادي نضيف كذلك القليل من الثوم بودره، كيعطينا نكهه زوينه لهاد الوصفه. تقريبا واحد نصف معلقه معامره. غادي نضيف الحبات ديال البيض والجبن المثلث، غادي نضيف البنات الياغورت الطبيعي. ونسيت البنات ما ذكرتش في الاول مع المقادير حتى دابا كنوضع في العناصر عاد تفكرتو. الزيت عندي نصف كاس من الزيت مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده، تقدروا تستعملوا غير زيت المائده بوحدو، انما الا خلطتوهم جوج كيعطيو نكهه زوينه لهاد الملاحات ديالنا ولا هاد الكيك مالح. غادي نضيف كذلك الزيت، وغادي نميكسي البنات ولا نخلط هاد العناصر كامله مزيان حتى تندمج ليا، سواء بالباتو سواء بالخلاط الكهربائي. دابا البنات غادي نضيف الدقيق مع الخمارات، غنضيف الكميه ديال الدقيق اللي عندي كامله حتى نشوف الا احتاجيت عاد باش نزيد. الخليط ديال هاد الوصفه البنات خاصو يكون ثقيل شويه، ما يكونش خفيف، انتما غادي تشوفوا معايا القوام. صافي غادي نمزج البنات الخليط ديالي، وغادي نضيف المكونات الاخرى. غنضيف واحد الاضافه اخرى البنات، شويه ديال الصلصه الحاره الا بغيتوها،
الا ما بغيتوهاش ما تضيفوهاش، غير شويه تعطينا غير البنه، ما غاديش تحرر لينا هذا الخليط ديالنا، انما تعطينا غير البنه بس ما كثرش ما كثرتش، غتعطينا غير واحد النكهه زوينه لهاد الكابتيك ديالنا. صافي دابا بعد ما خلطت كلشي مزيان غادي نضيف باقي المكونات، نضيف الشاركوتري، غادي نضيف الجبن، غادي نضيف الفلفلة، تقدروا تشحروها البنات الا بغيتوا، انا هنا شويتها يعني حتى عندي تما كاينه يعني الشاركوتري حتى هي مدخنه، حتى الفلفله مشويه غادي تمشتواتها معاهم. صافي غادي نمزج هذا الخليط. صافي البنات هذا هو القوام اللي بغينا. صافي ما غاديش نزيد مازال الدقيق، هانتوما كيف كتلاحظوا كيجي هكا ثقيل. غادي نجيب واحد سباتول باش نكمل الخلط مزيان. صافي البنات هذا هو القوام اللي بغينا، هانتوما كيف كتلاحظوا تيكون هكا ثقيل ما يكونش جالي بزاف. غادي نجيب البنات الكيسات ديالي ونعمرهم. البنات غنستعمل هاد الكيسات هكا اللي تيكونوا واقفين، يعني ما نحتاجش انني نستعمل القالب ديال الكاب كيك. صافي غنستعملهم غير هكا في الطاوله وغادي نبدا نعمر. انا كنعمر بهاد هادي ديال الكلاص دائما كتعاون، كنعمروهم البنات هكا يعني اكثر من الكاب كيك العادي اللي تيكون حلو، حيت هاد الخليط ديالنا هكا ثقيل يعني ما غاديش يطلعوا بزاف. انتما كيف كتشوفوا ثلاثة ديال الأرباع. غادي نعمرهم البنات كاملين، وغادي غادي نعمرهم البنات كاملين وغادي نخليهم يرتاحوا 30 دقيقة، عاد ندخلهم للفرن. قبل ما تمر هذيك 30 دقيقه غادي نشعل الفران ديالي باش يسخن وندخلهم على نار اللي تكون متوسطه، ما نجهدش عليهم الفران البنات باش يطيبوا ليا مزيان من الداخل، نشعل لهم غير من التحت حتى يطلعوا هكا ويبانوا ليا تحمروا من التحت وشدوا راسهم، يعني نختبرهم بشي عود هكا بحال الطياب ديال الكيك العادي. ملي نلقاهم صافي راه طابوا غنشعل عليهم من الفوق باش يتحمر لهم الوجه ديالهم، وهكا تيكونوا طابوا. نتلاقاو ان شاء الله بعد ما نطيبهم ونشوفوا التزيين كيفاش غادي نديروا ليه. البنات الكاب كيك بعد ما خرجتو من الفران كتلاحظوا كيفاش كيجي، ها هو كنحمرو من الفوق وكيجي رطب، هنا راه باقي سخون البنات ما نقدرش نحيدو من الكيسات. المهم غادي ندير ليه من الفوق شويه ديال الفرماج حمر، هكا درتو رقيق وغنرجعو الفران غير باش يلصق عليه. كيف ما كتعرفوا الفرماج الحمر ما كيدوبش بحال الموتزاريلا، عندكم الموتزاريلا ديروه من الاحسن، هو اللي كيدوب هكا وكيعطي منظر احسن من هاد احسن من هاد الفرماج الحمر. غادي ندخلهم لهذا الفران كيف ما قلت لكم حتى يلصق عليهم هذا، وكنوجد هاد العويدات باش غادي نزينهم هكا، مازال غندير فيهم الزيتون وهكا شطريف الكاشير والطريف الفرماج، المهم غنشوف شنو غندير فيهم ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي لهاد لي ميني كيك ديالنا.
البنات بهذا الشكل كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا، وكيكون هذا هو الشكل النهائي للوصفه ديالنا ديال اليوم. كتلاحظوا كيفاش كيجيو هاد لي ميني كيك، كيجيو زوينين في المنظر ديالهم، كذلك البنات المذاق جاو روعه. نتمنى انكم تجربوهم ويعجبوكم ان شاء الله. هانتوما كيف كتلاحظوا، هانتوما راهم مرطبين رطبين بزاف، وهذا هو الشكل ديالهم كيفاش كيجي. الى عجبكم البنات الفيديو ما تنساوش تخليو ليه لايك، كذلك تشتركوا في القناه اللي مازال ما اشترك فيها باش توصلوا دائما بجديد الوصفات وجديد الفيديوهات. الى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده، مع السلامه.